ولد عليه الصلاة والسلام بجوف مكة في عام الفيل في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. مات أبوه قبل أن يولد، ثم بعد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بسبع سنين توفيت أم النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في كفالة جده عبد المطلب، ثم توفي عبد المطلب وللنبي عليه الصلاة والسلام نحو 8 سنين، ثم كفله عمه أبو طالب.